خلينا كمان ناخد رأي الدكتور أسامة أبيل أحد علماء الأزهر الشريف. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وعايز أعرف كيف يعني يرى الإسلام عقد الزواج، ولو احنا بنتكلم عن الحقوق سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة. مساء الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم. أهلا بيك يا دكتور. خلينا في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الجواز عندنا في الإسلام المودة والرحمة، وربنا سبحانه وتعالى قال في الآية الشهيرة اللي بنسمعها في كل كتب كتاب، آية سورة الروم، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة عند الشباب والرحمة عند الكبر. طيب خلينا نطرح سؤال ونقول إذا استحالت يعني الإكمال في الزواج أو استقرار الأسرة، الزوج حب إن هو يتجوز أو في مشاكل في الأسرة ديت وحب إن هو يتجوز تاني، خلينا نكون صراحة مع بعض ونقول بكل وضوح وصراحة الزواج قائم على الصدق وقائم على الوضوح وقائم على الصراحة. ما ينفعش يكون في أي كذبة أو أي مواراة، وإن الزوج يخبي على زوجته إن هو هيتجوز تاني علشان خاطر البيت مش هيستقيم أو يحصل مشاكل. عاجلا أو آجلا هتعرف الزوجة بطريقة أو أخرى، أو الإنسان أو الزوجة عندها يعني، لأنه الموضوع كمان يا دكتور مش هيتوقف عند إنه أنا مخبي عليها إن أنا متجوز، الموضوع هيبقى فيه خداع وكذب وحياة قائمة على يعني شيء طبعًا. مش وخلينا نكون صراحة، الزوج عايز يتجوز زوجة تانية، قدامه حل من الاثنين. مش هنقول بقى يستأذن لأن ده طبعا مخالف للشرع، هنقول إن هو بيختر الزوجة وهي لها امرين، اما ان تكمل او تتكلم مع جوزها لو في قصور بينهم في الجواز، في معاملتهم مع بعض، في كل تفاصيل حياتهم يظبطوه ويبعد نفسه عن القصه دي وما يتجوز. طب خلاص خد القرار ان هو عايز يتجوز زوجه ثانيه، يختارها وهي لها الحق، لها ان هي تختار من امرين، اما ان تكمل على هذا الامر وهو ما عملش حاجه تغضب ربنا، بس ما بيناديش بده. خلينا نكون صراحه، الاصل في الزواج الواحده، ربنا قال في القرآن فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول. وفي ظل الضغوط النهاردة اللي موجودة في العالم كله في حياتنا الاجتماعية، لو الواحد لقى زوجة صالحة أو الزوجة لقت زوج صالح يكتفوا ببعض، وربنا يعينهم على إقامة الأسرة وعلى تربية أولادهم وربنا يوفقهم. صحيح. طيب يا دكتور، عايزين نتوقف عند النقطة دي، إنه التعدد ليه قواعد منظمة طبعا. الموضوع ما هوش مفتوح، الدين براء من مسألة إنه الدين يدعو إلى التعدد. لا لا خالص، يعني خليني اكون صريح مع حضرتك، احنا النهارده عندنا ازمه اجتماعيه وعندنا نسبه طلاق زايده كتير قوي، يعني في عدد ملايين من المطلقين والمطلقات في الاثنين، في الرجال والنساء. ولكن النهارده يا جماعه خلينا نكون صراحة مع بعض، انت اتجوزت وعايز تتجوز ثاني، اختر زوجتك وعرفها واحترم رغبتها واحترم انوثتها واحترم غيرتها واحترم مستقبلها وقراراتها وهي مش تختار. كمان يا دكتور هو لابد من الاشهار في الزواج، فانت بتبقى مشهر للناس كلها ما عدا الزوجه الاولى. اكيد، بس خلينا اكون بقى يعني اقول لحضرتك بقى من واقع المجتمع، وده بيعرض علينا احنا كناس دعاء وكمان متخصصين في بعض المسائل الاسريه. النهارده ممكن زوجه تقبل ان هي تتجوز زوجه ثانيه وفي السر. طيب خلينا بس احنا بنتكلم دلوقتي على الزوجه الاولى، زي ما احنا طرحين القضيه، الزوجه الاولى قدامها حل من الاثنين، يا تكمل يا اما تطلب الطلاق زي ما السيد المستشار اللي كان في المداخله من شويه بيقول، القانون والشرع بيقولوا كده، هي من حقها. ولكن طبعا بيبقى فيه زي ما حضرتك قلت من شويه، انا هعدد ليه؟ لازم احط كلمه لماذا، علامه استفهام، عندي مشكله في الجواز الاول، في بعض عدم التفاهم، في اولاد وعايز احافظ عليهم، في حاجات في تفاصيل كتيره. ومش عايزين يا جماعه نقيم قصه التعدد والزواج الثاني ده عامه، لا، كل حاله لها ظروفها، يعني ما ينفعش نقيس بمسطره واحده، لا، كل واحد في حياته الاسريه وحياته الشخصيه وحياته الاجتماعيه ليه ظروف، ممكن زوجه تقبل زوجه ما تقبلش، ولازم نحترم ده. لكن الاصل في الجواز زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا، السكن واحترام الطرفين لبعض. احنا النهارده في مكلامه على قصه الاحوال الشخصيه وعلى قصه استقرار الاسره، خلينا اكون صريح مع حضرتك، ده احنا يا دكتور وصلنا للخلافات في الحقوق الزوجيه، والزوجه عليها ايه والزوج عليه ايه، ومين ويعني وتؤجر على ما تفعل، وانه لا يعني دور الزوجه مش هو ده، والراجل مش عايز يشيل مسؤولياته. لا عايزين نرجع لعاداتنا وقيمنا ومبادئنا. خلينا اكون صادق مع حضرتك، احنا مش كلنا تربينا في اسر فيها اب وام كان معاهم عاملين شيرنج، مشاركه مع بعض، الاب ليه دور والام لها دور، عشان كده طلعت اجيال. واحنا برضو عايزين نخلي بالنا من اجيالنا، والشباب الصغير اللي طالع ده يطلع سوي.
والله يعني انا حضرتك لسه خارج من حفل تكريم اوائل الثانويه العامه في مكان في محافظه محترمه، فكل الطلبه وهم بيتكلموا عن التكريم ده، عملت بس لينك كده بين المداخله دلوقتي والاستاذه هند بتكلمنا عشان نعمل المداخله، وبين المداخلات بتاعه الشباب والبنات اللي سمعتها من اوائل الثانويه العامه، كل واحد منهم بيتكلم يقول لك ابويا وامي هم اللي كانوا داعمين ليا وهم اللي خلوا عندي اراده وصبر وهم اللي كانوا واقفين طبعا جنبي. الاسره ودعم الاسره هو ده اللي بيبني المجتمعات وبيبني عايزين ننادي ازاي نطلع اجيال سويه، اجيال صحيح. تنفع، اجيال تبني وتعمر، اجيال تنهض بالمجتمع وتنهض بالانسانيه، العالم بيتقدم واحنا مش عارفين بعد 5 سنين شكل العالم الكترونيا هيبقى عامل ازاي، لازم اولادنا النهارده والاسر يجهزوا نفسهم للتقدم والحضاره والبناء الجديد ده اللي موجود في مصر واللي موجود في العالم كله عشان ننشد التقدم وننشد الاستقرار والبناء والاستشراف المستقبل، لكن الاسره هتستقر بصراحه لما كل واحد فينا يراعي ربنا مع الطرف الاخر ويكون صادق ويكون فيه وضوح قبل ما نشرع قانون، عايزين الناس تعرف ربنا بجد. القانون هينزل وحكم الحاكم يرفع الخلاف ومفيش مشكله خالص، ولكن يا جماعه عايزين النهارده تدخل القيم والمبادئ والخوف من ربنا ومراعاه ربنا في كل طرف من الاطراف، يخلي باله من الطرف الثاني، هو ده المنوط النهارده الوعي. والبيوت تملاها الموده والرحمه زي ما ديننا دعانا. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور اسامه قبيل، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا.